السلام عليكم، برحب بالجميع وين ما كنتوا. اليوم الوصفة حلو لذيذ مقرمش، مكوناته بسيطة متوفرة عند الجميع. السمسمية، السمسمية أو السمسمية أيا كان كيف ما انتوا بتسموها، راح أعملها بطريقتين. بالطريقة التقليدية المتعارف عليها من زمان بالسكر، وكمان راح نعملها باستخدام بديل السكر الدبس اللي بضل أفضل من السكر الأبيض. خلينا نشوف خطوات العمل ونبدأ على بركة الله. أول إشي رح نعمل بطريقة الدبس، كل اللي بنحتاجه سمسم بنجيبه نوعية منيحة طازة مش مبرد، جبته محمص وجاهز. المقدار وقية 250 جرام، ولو بدكم تعايروا بالأكواب بيطلعوا كوبين ونص من الأكواب المعيارية. وبنحتاج للدبس نص كوب، هذا دبس عنب طبيعي ما عليه سكر، حلاوته من حلاوة العنب، بالتأكيد بضل أفضل من السكر العادي. وعندي هنا ورقة الزبدة دهنتها بشوية من زيت السمسم، موجود عندي، ولو مش متوفر ادهنوا بالزيت النباتي أو حتى بالطحينة البيضاء أو الحمراء. وبيلزمنا الشوبك، بوعاء أو مقلاية واسعة بضيف الدبس، بالتأكيد بناخد كل الكمية. بشغل النار على الوسط وبنتظر لعند ما يبدأ الدبس بالغليان، بوطي النار وبتركه يغلي مدة دقيقتين حتى لو في نسبة طراوة نتخلص منها، ولما نضيف عليه السمسم يتماسك منيح وما تكون السمسمية طرية. كمان فينا نستخدم العسل أو خليط من العسل والسكر لهذه الوصفة. بعد ما غلي الوقت الكافي بنزل عليه السمسم وبحرك بالمغرفة بهذا الشكل بحيث يتجانسوا مع بعض ونقدر نفردها بكل سهولة. بياخد وقته كمان بالتحريك بعد ما نزلنا السمسم مدة دقيقتين. بنطفي النار وبنروح فورا نفرده على ورق الزبدة، بضغط بشكل خفيف وباستخدام الشوبك بنفرد، والسمك قد ما بدكم لكن كل ما كان رقيق بكون أفضل. بناخده من كل جهة وبنمشي عليه الشوبك حتى نحصل على شكل نقدر نقطعه. ورق الزبدة وخاصة لما يكون مدهون بالزيت كتير بساعد بالفرد وما بتلزق معنا. لو مش متوفر بتقدروا تفردوها على أي نايلون مدهون بالزيت أو حتى بصينية مدهونة بالزيت أو الطحينة. هيك تمام، وهي دافية بنقطعها. بناخدها بالسكين من الأطراف، يعني بنشيل الزيادات، وبرضو بنقطعها لقطع قد ما بدكم. بصير عنا شكل مستطيل مرتب بنقدر نقطعه بكل سهولة. كلنا بنعرف الفوائد العظيمة الموجودة بالسمسم، وكمان لما يكون مضاف إله دبس العنب الطبيعي بيعزز الطعم والفايدة. عموما سمسمية الدبس بتكون طرية نوعا ما لكن هشة، في بيعملوها على شكل كرات. رح أتركهم يبردوا، بعدين بحطهم بعلبة هيك عادي، لو ضلهم فوق بعض ما بصير عليهم اشي، المهم نغطي العلبة بإحكام. رح أدخلهم التلاجة حتى نحفظهم لوقت أطول. أما السمسمية بالسكر، هاي مقاديرها وقية أو 250 جرام سمسم بيطلعوا كوبين ونص. لو جبتوه أبيض بيلزموا تحميص، بتحطوه بالمقلاية وعلى نار هادية بتضل ايدكم بالتحريك، ما تتركوه لغاية ما يصير زي هذا اللون، بتطفوا عليه، والافضل تحطوه على طول بوعاء تاني حتى ما يضل يتحمص زيادة من سخونة المقلاة. ونص كوب سكر، وربع كوب مية، ومعلقة صغيرة عصير ليمون. بداية رح نضيف السكر والمية، بدنا نعمل القطر. بحركهم شوية وبشغل النار،
بنستنى لعند ما يبدأ يغلي زي ما انتوا شايفين. هنا بنقدر نضيف عصير الليمون وبحرك، بتركه يغلي على نار هادية قريب 3 دقايق حتى يشتد ويعطينا القوام المناسب للقطر. في إضافة اختيارية 2 قطرات فانيلا سائلة، وفيكم تستغنوا عنها. لما بدأ القطر ياخد هذا اللون ويتسبك منيح بهذا الشكل، شايفين كيف؟ بضيف السمسم وفورا بحرك كتير منيح حتى يتجانس مع القطر، برضو بخليه على نار هادية بعد ما نزلت السمسم مدة 2 دقيقة مع التحريك. بطفي النار وعلى طول بنروح لورق الزبدة بفردها عليه، ونفس الخطوات اللي عملناها بالطريقة الأولى بفرد بإيدي فوق الورق، لكن سخنة كتير بالشوبك أفضل. افردوها بالسماكة اللي بتحبوها، ولازم نكون سريعين بالفرد لأنها على طول بتجمد. ممتازة هيك، رح أهزب شكلها، بآخذ الزيادات اللي على الأطراف لازم وهي دافية قبل ما تبرد، يعني واضح إلكم قديش طلعت مقرمشة وهشة، فما بالكم بعد ما تبرد منيح. كمان بتقطعوها بالحجم اللي انتو بتحبوه، مفيدة جدا ولأطفالكم، مغذية مليانة بالكالسيوم وأكيد فيها فوائد كتيرة، جدا رائعة ما شاء الله، خفيفة بتقرش والطعم جدا لذيذ. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، هاي الطريقتين قدامكم واللي بتناسبكم وبتعجبكم جربوها، وإن شاء الله رح تنبسطوا عليها. نلقاكم على خير بوصفات جديدة، مع السلامة.